أكيد وصلنا لمساحتنا الطبية وتخطت عمليات التجميل إقبال كتير، بتحظى هي العمليات مثل ما بنقول بماراثون نسائي وماراثون من الصبايا لحتى يفوتوا بهذا المجال مع الوقت، وخاصة بالعالم العربي النتائج يمكن صارت مضمونة أكثر، كما أنه التطور التكنولوجي يعمل لمصلحة هي العمليات بهدف تحسينها كل سنة عن السنة اللي قبلها. يشهد هذا القطاع تقدم واضح. لحتى نحكي أكثر عن آخر صيحات التجميل بالعالم بصرنا يشاركنا صباحنا غير لليوم الدكتور شادي رحمة، دبلوم في جراحة التجميل والترميم والحروق من باريس، وأكيد هو كمان رح يحكي معنا عن تفاصيل العمليات بين القديم وبين الجديد وشو الصيحات الجديدة. يسعد صباحك دكتور، صباح وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم يا هلا. دكتور وأهلا وسهلا فيك. بال 2019 كثير انتشرت صيحات التجميل مثل ست الخيوط، مثل تجميل الأنف من غير جراحة، خلينا نحكي عليهم وهل هن صح ولا خطأ، يعني نحكي على الفوائد والأضرار. طبعا كثير سؤال حلو ومفيد يعني الحقيقه، لانه نحن كجراحين تجميل اليوم صرنا نسمع كثير مصطلحات وكثير عمليات ما أنا موجوده بالجراحه، ما أنا موجوده بالعلم، كلها هي عباره عن بدعه من وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام، الفيسبوك. طبعا لازم نميز بين الصيحات المفيده او الصيحات اللي هي فعلا موجوده او ممكن نحن نعملها كتجميل او كجراحه تجميل، والصيحات اللي نحن بنحلم تكون موجوده. تمام. طبعا دائما نحن بنسمع كثير مصطلحات حاليا كثير بعياداتنا، في عندنا مثلا على سبيل المثال تجميل انف بدون جراحه. طبعا ما في شيء اسمه بالحياه تجميل انف بدون جراحه. تجميل انف بدون جراحه شيء اسمه، هي عباره عن ماركتينج وتسويق. دائما تجميل الانف دائما في عمل جراحي مهما كان صغير. طيب دكتور، في ابر عم يحطوا للانف انه هي ابر تنحيف، وكمان في عنا الفيلر عم يحطوا للانف مشان مثلا الانف اللي هيك عامل يصير مستقيم مثلا، انه هدول عم يصيروا عم يعطوا نتائج يمكن احيانا بتكون فوريه. طبعا هدول استطلاباتهم كثير قليله، يعني لا تتجاوز النص او الربع بالميه. ليش؟ لانه نحن حتى نحط فيلر بمنطقه الانف ونحول هالتقعر هذا لمستقيم، معناتها لا شك انه في عمليه سابقه والجراح كثير جائر على نحت العظم، بحيث انه عمل دفو او عمل تقعر زياده، صار عم بيصلح زياده عن اللزوم. فممكن نحن اذا ما بدنا نلجأ للجراحه اللي هي سيده الحلول، ممكن نحط نقطتين فيلر، لكن هالنقطتين فيلر انا بتصوري بحسب خبرتي الشخصيه غير مفيدة نهائيا، لأنه مع الوقت خلال شهر أو شهرين بده يدوب الفيلر. طيب يمكن ما يدوب دكتور، يمكن مثلا مادة الفيلر تتليف أو تنزل وتعمل مثلا يعني هون براس الأنف يصير ممكن مثل تعطي كتلة. مزبوط كتلة، فبيتحول تصليح الدفو أو التشوه لتشوه آخر أكثر شدة، لأنه تليف ما بيروح إلا إذا بعملية جراحية. هلأ النوع الثاني من الإبر اللي لازم ننبه عليها هي الإبر الكورتيزون. يعني عندنا نوعين من الإبر بينحطوا بالأنف، إما فيلر أو كورتيزون. كورتيزون هو مادة بتهضم كل شيء قدامها، فممكن نحن مثلا يعني خطأ طبي ينعطى كورتيزون لإزالة كتلة، لإزالة عظم. أحيانا بيكون في عندنا ناتق عظمي، بيجي جراح أو الطبيب غير ما عنده خبرة كتير بيحقن كورتيزون مشان يدوب العظم، فلا الكورتيزون بيدوب العظم وله تأثير سلبي آخر إنه بيهضم الأنسجة اللي قدامه، فبيصير في عنا تقعر أو بيصير في عنا جورة أو ضمور أنسجة، فهي مضرة جدا. يعني بالجراحة ما في شيء اسمه حقن كورتيزون لتصحيح عيب ما، لذلك أي عيب سواء عملية سابقة أو تجميل أنف غير مسغول سابقا حله الأساسي هو الجراحة. هلأ الشيء الثاني بدي أقطعك شوي، الشيء الثاني اللي كثير عم نسمع فيه، طبعا نحن بنسمع بنحكي عن الأخطاء الشائعة هون لننبه العالم، لأنه أحيانا بالممارسة الطبية في شيء بينعمل ما له تصليح، يعني في تشويه ما له تصليح. على سبيل المثال خيوط اللي عم يحكوا فيها خيوط شد الوجه. خيوط شد الوجه هي عبارة عن فكرة كتير بسيطة، انه نحن خيط له حراشف او له اشواك بيعلق الانسجة وبشدها، لكن هي اول شيء تأثيرها جدا مؤقت لا يتعدى 15 لل 20 يوم. تاني شيء السلبية التانية انه ممكن هالخيوط هي مع مرور الزمن جهة تسقط وجهة تضل مرفوعة، فبالتالي بيصير في عدم تناظر بالوجه، فبتجي الست أو الصبية لتحسن الوجه أو تشده بيصير في عندها عدم تناظر بالوجه. شغلات تانية اللي عم نسمع فيها كمان أحيانا، طبعا هي شغلات ما أنا محلية ما أنا وطنية، يعني شغلات عالمية كلها هي بدعة من وسائل التواصل الاجتماعي. عيون القط أو عيون النمر، طبعا في مصطلحات احنا أول مرة بنسمع فيها بعياداتنا، يعني هي بتجي من العالم.
طبعا ما في شيء اسمه عين قط او عين نمر، هي عمليه وحيده اسمها العيون اللوزيه. طبعا هي ما بتصير بالعيادات مثل ما هن عم يعملوها، هي عمليه جدا دقيقه جدا صعبه جدا طويله، اللي هي نحن بناخذ بنفك الغضاريف تبع المآق العيني بنسميه، طبعا نحكي هون مصطلحات علميه، المآق العيني اللي هو زاويه العين اللي هي زاويه غضروفيه بنفكها عن ارتكازها بالعظم وبنرد بنثبتها مره ثانيه بمستوى اعلى. فهي عملية كثير بدها غرفة عمليات وبدها ساعتين ثلاثة شغل وليسها بتصير بالعيادة. فأنا بترجى من الصبايا ومن الستات إنه هيك قبل ما يعملوا أي إجراء ياخذوا عدة استشارات من عدة جراحين تجميل وليس مراكز تجميل أو أخصائيين غير خبيرين أو صالونات الحلاقة، لازم ياخذوا عدة استشارات من جراحين تجميل ويقدموا على هالخطوة هي أكيد. وما يتسرعوا، يعني ما في شيء إسعافي بالتجميل، ياخذوا وقتهم ويسالوا بعدين يعملوا اجراء التجميل. طيب دكتور شادي، هي اذا حكينا هيك شوي عن يمكن اخر صيحات شو ممكن يصير بالوجه وشو ممكن يكون في اخطاء، طب اذا انتقلنا شوي للجسم كمان خلال هي الفتره صار في كثير صيحات بما يخص نحت الجسم بما يخص عمليات البدانه، خلينا نحكي عن الشيء الصح والشيء الغلط ايضا الشائع بهذا الوقت. طيب هلا انت عم تحسليني اسئله محرجه بجوز تلاقي يصير فيها حساسيه تجاه بعض الاشخاص. طبعا كثير نحن بس لازم نوعي العالم، يعني لانه مثل ما حكينا انه في شغلات ما بتصلح. طبعا على مستوى البدانه خلينا ناخذ شغله شغله، على مستوى البدانه كثير عم نسمع بشيء اسمه احيانا بنحقن ابر بالبطن بتؤدي لنحافه او بتؤدي لانقاص الوزن، ما في شيء اسمه ابر بتؤدي لانقاص الوزن او النحافه، هي الابر عباره عن مجموعه من المواد المغذيه اللي هي عباره عن شويه فيتامينات، شويه حموض امينيه، شويه موسعات اوعيه، ممكن تنحقن بالوش وتعطي نضاره او تعطي شويه حيويه للوجه، بتنشط الدوره الدمويه، لكن هي الابر اذا انحقنت بمستوى البطن مثل ما عم بيصير هلا او بمستوى الجسم، هي بتؤدي لتليفات مع مرور الجسم، مع مرور الوقت عفوا. وهالتليفات هي ممكن تكون غير عكوسه مثل ما حكينا، تحتاج لاستئصال جراحي فيما بعد، طبعا هي غير مفيده على الاطلاق، يعني سواء انحقنت ساوت تليفات ولا ما ساوت، هي غير مفيده على الاطلاق. هلا النوع الثاني من الابر اللي هي عباره ممكن تكون ابر ادويه خفض السكر، طبعا ممكن تؤدي لشويه نحافه، لكن بالمقابل في لها كثير اثار جانبيه وكثير اثار سلبيه. النوعيه الثالثه من الابر اللي عم تنحقن اللي فعلا هي كثير خطيره هي ابر املاء الجسم، يعني احيانا حدا بده يزيد حجم الثديين، بده يكبر الثديين، بده يكبر المؤخره، فبيلجأوا لحقن المواد المالئه الرخيصه كثير. ليش رخيصة؟ لأنه حتى أنت تزيدي حجم ثدي أو تزيدي حجم مؤخرة بدك كمية كتير كبيرة، فالمواد المالئة أو الفيلر اللي له قيمة علمية واللي ما له آثار سلبية هذا كتير غالي على الناحية الاقتصادية، فبالتالي بيلجأوا لحقن مواد كتير رخيصة، وهالمواد الرخيصة هي بتعمل فيما بعد خراجات، بتعمل التهابات. بدنا نحكي هون كمان، ذكرت موضوع البرافين، احيانا النوادي الرياضه المدربين الرياضه بيقولوا للعيبه انه ممكن نحن نزيد حجم العضله بحقن مواد، بحقنوا شمع او بحقنوا برافين، طبعا هي مواد جدا كارثيه بتندمج مع العضلات وبصير بدها استئصال عضلات وبصير بدها استئصال كتله من الطرفين وبتخلف جروح. طبعا هي اللي بتذكره حاليا أكيد. طبعا في تكبير الصدر بالشحوم، تكبير الصدر بالشحوم او هي عمليه جدا فاشله وما لها قيمه علميه، لانه الشحوم بتدوب وبتعطي تليفات بتعطي كتل على التصوير الشعاعي فيما بعد بيصير يبين انه في عندنا مجموعه من الكتل اللي هي عباره عن شحوم تمام. سابقه فقط لا غير. هلا دكتور اول شيء خلينا كمان نسال عن استئصال الشحوم بالوجه، خلينا نحكي عن سلبياتها وايجابياتها، الصبايا كثير عم بيلجأوا لهي الصيحه الاخيره كمان ب 2019، خلينا نحكي عليها بشكل اكبر. طبعا هي عمليه كثير جديده وبتشكرك لمعلوماتك كثير حديثه، يعني عمليه ما صار لها شهرين ثلاثه، طبعا هي من زمان بيساووا هي العمليه لكن هلا اخذت مستوى تجاري مثل ما بيقولوا او صار في ثقافه ازاله الشحوم من الوجه. طبعا هي عباره عن عمليه دقيقه كثير، هي عمليه تجرى من داخل الجوف الفموي بحيث نعمل شق ونستأصل مجموعه من الشحوم بموقع تشريحي معين بيؤدي لغؤور بمنطقه الوجه، يعني بيؤدي ل هالحركة هي إذا كان في عندها وحدة كتير سمينة خدودها كتير سمها، لكن حذاري إنه هاي العملية لازم تجرى بإيد كتير خبيرة لأنه هون في عندنا مثل ما بتعرفوا هون بمنطقة الخد في العصب الوجهي القناة اللعابية في عدة مكونات تشريحية كتير مهمة، إذا انضرب فيها شيء أي عنصر ممكن يصير آفة وظيفية تستمر طول العمر مثل اللقوة مثل
مثل عدم فقد الحس بالوجه، لذلك هي العمليه كثير دقيقه ولازم حتى تجرى الندبات بايدي اللي خبيره. عم تتركهم هون وهون عم لا الحقيقه ما في ندبات، لانه الندبات هي العمليه بتصير من جوات الجوف الفموي، فالندبه بتكون من جوا وهي ندبه مخفيه مثل ما بنحكي. تمام. طبعا نسينا بالسؤال الماضي نحكي عن الصيحات المفيده الحقيقه، يعني اخذنا الحال وحكينا عن الصيحات السلبيه. طبعا في كثير شغلات جديده طالعه وكثير مفيده، اللي هي على سبيل المثال ذكرتني بموضوع الوجه، ممكن نعطي حجم زايد للوجه من خلال الحشوات السيليكونيه الجديده اللي بنحطها بالوجه، سواء مشان تكبير الخدود، سواء مشان تطويل الحنك، مشان تعريض الحنك. ما في اثار سلبيه لوجود حشوه سيليكون بالوجه؟ طبعا ما في اي اثار سلبيه، لانه هي الحشوات يعني بتكون مرخصة من قبل هيئة الصحة العالمية اللي هي الـ FDA، بحيث انه هي بتكون مجرى عليها كتير دراسات وكتير تجارب ولفترة طويلة من الزمن، واثبتوا انه هالحشوات هي غير مضرة. لذلك هي ممكن احدى الصيحات، التكبير المؤخرة عن طريق الحشوات السيليكونية، تكبير الصدر بالحشوات الجديدة النازلة اللي هي مثل ما بنقرأ عنها الدمعة، اللي هي إلى مكون تشريحي بحيث تاخذ شكل الثدي الاكثر طبيعية. الحشوات السيليكونية اللي بتكون زائدة النعومة بحيث انه ما تشكل محفظة، طبعا كل هاي شغلات اختصاصية، لكن نحن بنحكي شوي عنها لناخد فكرة عامة. طيب خلينا نحكي، بتنصح بالشحم تعبئة الوش او مثلا الجسم بالشحم ولا لا؟ طبعا دائما الشحم له كتير فائدة، انه هو من مكونات الجسم الطبيعية، لكن الشحم غالبا اذا كان بكميات كبيرة بيدوب منه حوالي 60-70%، إذا ما كانت النسبة أكثر من هيك بشوي. لذلك يعني أنا بلاقي على الناحية العملية ما كتير في فائدة بحقن الشحوم، لأنه هي مع الوقت راح تدوب، وقد تدوب بشكل غير متناظر، لذلك نستعيض عنها بحقن الفيلر أو بحقن المواد المالئة، لكن بنوعيات محترمة. يعني كمان دكتور بهذا الوقت صرنا عم نشوف مو بس السيدات اللي عم بتقوم بعمليات تجميل، كمان مزبوط. الرجال بشكل كتير كبير، إن كان الفيلر البوتوكس، خلينا نحكي شوي كمان عن هذا عن طبعا هذا الشيء. طبعا ممكن لأي رجل أو أي شاب يقوم بجميع العمليات التجميلية اللي بتقوم فيها الأنثى، لكن بدرجات مختلفة. على سبيل المثال ممكن نحن خاصة بعد عمليات انقاص الوزن، طبعا ممكن الوجه بيترهل، ممكن نعمل عملية شد وجه، ممكن الصدر حتى عند الرجل ممكن يترهل او ينقص حجمه، ممكن نعمل عمليه تسدي او عمليه هبوط الثديين عند الرجل، سواء باستئصال الشحوم بالدرجات الخفيفه او باستئصال الجلد والشحوم بالكميه بالمراحل المتطوره. عمليه شد البطن كمان كثير وارده عند الرجل، يعني اذا حدا ناقص 40-50 كيلو فبتلاقي صار عنده مثل ترهل جلدي كثير كبير، هذا كمان نعمله عمليه شد البطن، شد الايدين، شد الفخاد، كل العمليات ممكن تجرى عند الرجل، لكن بغير معايير. يعني احيانا مثلا شد الوجه عند الرجل ما بنقوم بنفس الاجراءات الجراحيه اللي بنقوم فيها عند الانثى، في بعض الطرق الجراحيه اللي مو موارد نحكيها، مثلا كيف بنعمل الشق، كيف لازم نراعي وجود الدقن، كيف نراعي وجود الشعر، موضوع الشد البطن عند الرجل كمان بنراعي وجود الشعر الزائد، فهذا بيسمح لنا نجري جروح اكثر عند الرجل، جروح اكثر. تمام. في منهم بيحبوا يفصلوا العضلات، يعني طبعاً. ما بيجوا لعندك بيقولوا لك دكتور بدنا نفصل عضلات البطن ولا الصدر، شو بتنصحهم انت وشو ممكن الاجراء اللي تقوم فيه؟ طبعا كجراحه تجميليه نحن ممكن نعمل شيء اسمه سيكس باك، اللي بيقضي الشاب سنتين ثلاثه مشان يعملها، نحن بنقدر نعملها بنص ساعه بعمليه نحت الجسم، هي اجراء استطبار ثاني لنحت الجسم، بحيث نعطي هالمربعات هي السته اللي بتسمى سيكس باك خلال نص ساعه من تخدير الموضعي. تمام. طيب دكتوري، عادة مثل هاي خلينا نقول الجراحات في إلى مساوئ؟ هلأ غالبا تتذكر كنا نحكي عن عمليات البدانة للسيدات ونحت الجسم، كنت تقول مثلا إذا سيدة لسه في قابل تجيب أولاد فينصح أنه مثلا ما تعمل عملية معينة. بالنسبة كمان للرجال نفس الشيء، في خلينا نقول في شيء معين بيمنع هاي العمليات أو في محاذير معينة يفضل؟ ما في اي شيء بيمنع، يعني اذا كان في عندنا استطباب جيد، بقصد استطباب جيد انه الحاله تكون لازم تنعمل. احيانا مثلا كثير بيراجعني بالعياده ستات او شباب بيكون في عندهم مثلا نفخه بالبطن، فهي نفخه بتكون ناتجه عن تشنج كولون او نفخه ناتجه عن هي ما بينعمل شيء، علاج طبي دوائي. احيانا بيكون في عندنا مثلا ترهل خفيف، ما مستاهل انه الواحد يعمل عمليه. طبعا اي عمليه تجميليه اذا عملت بغير استطباب او بغير ضروره بتعطي نتائج سيئه، لكن في كثير عمليات تجميليه هي الحقيقه ليست تجميليه وانما علاجيه. على سبيل المثال مثلا اذا عندنا ثديين كثير كبار عم يعملوا للانثى او للست وجع بالرقبه، وجع بين لوحي الكتف، وجع بالذراع بيمتد نحو الاصابع
مع اضطراب بالحس، هون عملية تصغير الثدي أو عملية رفع الثدي، هذا بنحكي عن الفرق بيناتهم. طبعا هالعملية هي كثير بتخفف عليها أعراض أو أحيانا بتلغي لها الأعراض نهائيا، يعني هي بتكون عم تراجع جراح العصبية مشان موضوع ديسك أو موضوع آفة عصبية، بتلاقي إذا عملت تصغير ثديين أو رفع ثديين بتنحل المشكلة كليا. هلا عملية شد البطن كمان كثير مفيدة، يعني أحيانا بيكون في عندنا نساء كثير بطنهم نازل بعد عدة ولادات، بعد 7 ولادات، بحيث إنه البطن واصل للركب أحيانا، فهذا كلياته بيعمل له إعاقة، بيعمل له إعاقة بالحركة، بصعود الدرج، بلهتة. فبس تعمل شد بطن وتقيم هالكمية الجلدية الكبيرة، كل حياتها تتغير، يعني تحسين بنوعية الحياة، عرفتي؟ شد الوجه كمان كثير بيعطي ثقة بالنفس، تفاؤل، بيروح مظاهر الشيخوخة والاكتئاب. طيب وقلب تجميل الشفة دكتور؟ قلب الشفة كثير مفيدة. قلب الشفة في عندنا نوعين من قلب الشفة نحكي فيهم على السريع. طبعا قلب الشفة ممكن تصير عن طريق الفيلر، وهذا الأجدى والأجمل حقيقة، انه ممكن نعطي كونتور معين للشفة بحيث انه نقلبها، لكن هون كمان لازم يكون في عندنا المسافة هي كثير كثير كبيرة. هلا انا بقصد شو، بعرف شو قصدتي انت، قلب الشفة اللي هي بتجرى بجرح صراحة تحت الانف، طبعا هي بتعطي نتيجة، لكن بالمقابل في لها سلبية اللي هي الندبة اللي بتصير هون بهالمنطقة هي، هي عند جناحي الانف. طبعا بعض الاشخاص بيندبوا، يعني جسمهم بيعمل ندبة، فهالجرح هذا بيكون كارثي. يعني تصوري انت بنت او صبية عندها مثل هون الشوارب، مثل الشاربين تحت الانف، فبتنسى موضوع الشفة وبتصير تلتها ما تستفيد اصلا من العملية. طيب مو في علاج بالليزر بيروح الندبات ولا ما له مفيد؟ علاج جزئي ممكن، لكن اذا كانت ندبة كتير كبيرة، يعني الليزر ممكن، في شيء اسمه الفراكشن ليزر اللي ممكن يروح اجزاء من الميلي او لنقول ميليين، لكن ما بيروح الندبة اللي ممكن تكون جدرة، وخاصة عند الصبايا، الصبايا عمرهم بيكون صغير، وبالتالي خاصة أصحاب البشرة السمراء، فهدول بيكون الجرح كتير كارثي. فيعني نحن ما بنلجأ لهالموضوع هذا إلا ما نكون مستنفذين كل الفرص، ونفهم المريضة إنه نحن هاي ممكن يخلف لك جرح ورح تعيشي معه، وممكن يكون الجرح مانو جيد، لذلك هذا دائما اكيد بده جرأة ويختاروا الطبيب الصح اكيد، ويتوجهوا لعنده وما يروحوا عند مين ما كان. متشكرك دكتور لمعلوماتك القيمه، واكيد نورت صباحنا. اهلا وسهلا فيك. كان اللقاء شوي هيك في شغلات سلبيه، لكن الحقيقه هي شغلات سلبيه هي اللي بتنقذ العالم من تشوهات اللي ممكن ينصابوا فيها وما لها حل. فيعني هو اليوم كانت حلقه هيك شوي توعويه مثل ما بيقولوا، اكثر ما انا تجميليه بحته. اكيد نشكرك، شكرا لك دكتور.